ورجعنا لكم بأول حلقة برضو كتير جدي، فإحنا نتفق عشان مع بعض أنا حدخل عليكم هيك. ورجعنا لكم بأول حلقة، هاي حتكون أول حلقة اليوم معانا على اليوتيوب، ورمضان كريم علينا وعليكم. عنا 10 مطاعم شاورما، يا رب شو يعني 10 مطاعم شاورما في عمان. أنا جاي أكل سر، حنقيم العشر مطاعم هدول بكل سهولة، من 10 سكور 4 طعم 2 دليفري 2 سعر 2 باكج، الموضوع بكل بساطة وكل سهولة، حنشوف بالحلقة. واخيرا وصلوا لعشر مطاعم عندنا هون، عندنا الضيعة، الحنين، الهنيني، خبز وشاورما كلاسيكو، فورتشيك، الموصلي، نبع العز، والريف، وعالي المركزي. بسم الله خلينا نشوف شو حيطلع معنا. حبلش اول ثلاثة عجبني باكجهم الصراحة، اللي هم مختلفين، الضيعة، الهنيني، فورتشيكس. يلا اول مطعم حنبلش فيه الضيعة. معانا مايونيز بالتوم حار، ومايونيز بالتوم مشهر، هو السندويشة والبطاطا، اثنين كاتشب وفاين، علبة مخلل. مع أول مطعم معانا الضيعة، بسم الله. أنا عم باكل سندويشة شاورما جد زاكية. طبعا السندويشة صراحة مش محتاجة متومة، فأنا فتحتها بعد ما جيت أخلص. الصوص الحار إضافة حلوة. بيعجبني عند الضيعة الباكج، خلص تحسه وصل لك كل اشي ممكن انت تحتاجه وانت تاكل شاورما. يعني قسم المخللات عندهم خرافة، مخلل محترم حاله. فورشيكس، فورشيكس الوجبة العادي عنده مش بس سندويشة، سندويشة وسندويشة غير او مش عارف. طبعا نفس الاشي فورشيكس حاط صوص حار ومخللات وتومي. طبعا موضوع انه البطاطا مبهرة انا مع وبشدة، ما تكون مطعم شاورما وما تبعت لي بطاطا مبهرة. هل تتفقوا انه البطاطا المبهرة واجب مع وجبة الشاورما؟ اوكي نجرب. شوف الحارة عندها، طبعا بالمخللات هو مريح راسه الزلمه، حط فلفل ومخلل منيح، برضه المخلل محترم حاله. بطاطا فورشيكس زاكي، بالاضافه لانه سندويش زاكي. اللي بعده الهنيني. اوكي الهنيني جايب لنا مع الوجبه كولسلو وتومي ومخللات وبطاطا تقريبا زي بطاطا فورشيكس شكلها. فورشيكس اصلا. طب نشوف لفة الهنيني. طبعا لفة الهنيني عند كثير منكم غنية عن التعريف. هي زاكية بس لازمها توم. انا بزلها توم. شوف الكولسلو. بس صراحة سندويش الهنيني معبي جد، صح بدها تومة؟ طب جايبين لك تومة. بعد ما دخلنا أعطتني كل إشي السندويش. الموصلي. أوكي، موصلي مخللات محترمة حالها، باكج حلو، تومة، بطاطا كتير، في حبة كبة كمان إضافة. إضافة حلوة نكلها بعد شوي. بلش هون. لحد الآن كل المطاعم بعت بطاطا مبهرة إلا الضيعة. نشوف نشوف باقي المطاعم، نجرب. الموصلي، طيب سندويشة الموصلي مزيتة، بداية السندويشة كان فيه الدجاج شوي محروق، بعدين تعدل الوضع، بس هي مزيتة، بطاطتهم زاكية. ونيجي لحبة الكبة اللي بتشاركنا مع الشاورما، المطاعم السورية بتعملها. جرب. حبة كبة زاكية. حلو تدخل ثقافتك بالعقل مع الشاورما. الكبة ناجحة. الحنايين. الحنايين طلبنا احنا من كل المطاعم انه ما يقطعوا الوجبة بس عشان نشوف السندويشة عندهم كيف، وهي الأهم. ونشوف الباكجينج تبع الوجبة. بس هون قطعها، اوكي مش مشكلة، نجرب قطعة شاورما لحالها بدون تومة.
والبطاطا مبهرة. طيب الحنايه معطيك اقرب شكل لوجبه الشاورما اللي متعودين عليها هاي. هلا حلو الواحد يزود ويعمل وهيك، بس التومه هون المخلل جنبها، المفروض البطاطا تكون هون. تعرف هذا الشكل اكثر شكل بحبه لوجبه شاورما وهره. يا دين النبي الحلاوه دي. الحنايه نجح معنا في الاختبار. كمان قبل ما نزقف البطاطا كانت محروقه، انا مفكرها مبهرة. خبزة وشاورما. اوكي بطاطا سندويشة مخلل تومي. اوكي بلش خبزة وشاورما. سألته شراك قال لي شراك سبتينها. حتى فورشيكس سألناه شراك حكمنا شراك. بطاطة خبز وشاورما. اللي بعد الكلاسيكو بطاطا علبتين متومة مخلل شوية. بطاطا غريبة نو 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 بطاطا لا. جرب السندويش تبع الكلاسيك. طبعا شغلة حلوة، أنا بحب إنه أشوف التومة، أنا بحب من أول عضة إني أشوف التومة هيك واصلة لبرا، فهي شغلة تحسب. ندوق. حاس كمية الدجاج ضايعة بالنسبة للخبزة. السندويشة ناشفة، خدعتني في انه التومة طالعة بس طلعت ناشفة. هل كلامي منطقي ايش؟ كلامي منطقي؟ عالية المركز. اوكي بطاطا مش مبخرة، وجبة شاورما مع بطاطا مش مبخرة ابدا. هلأ مبدئيا شكلها ميتة، عامل زوم. اوكي تعالوا. صح عالية ما زبطت في البطاطا بس زبطت في الشاورما، قوية لحد الآن. عالية المركزي أقوى سندويشة وصلتني. نشوف نشوف آخر شيء نبرز. هاي البطاطا مرق من جنبها بهارات وفي نسبة حرق. أول كم مطعم أكلناهم كانت البطاطا عندهم قوية، فكم من الضيعة. طبعا تعرفوا حركة انقل البطاطا قدام، بغض النظر بدك كلها او لا تنقل البطاطا قدام. بحب السندويش اللي ما بتخليني اقرب على اي شيء تاني، لا تومي ولا بطاطا ولا مخلل. كافيتني، ما توقعت نبعز يكون التوب فايف. نبعز من التوب فايف. الريف خوفتني من ضرب الريف هذي. هاي عندنا من حجدة. ايوه هيك وافر علب. مفضيين اللي خانة جوا خانة الذكريات هي. الريف برضه حطت لي سندوشتين للوجبة العادية. والله لو انه لفتها لحبيبته مش هيك. سندويشة ضايعة بين ايدي. بحب السندوشات الصغيرة انا. التومة واصلة للمخيخ. انا فاجئ توم. ابعد عني 20 متر لما بدك تحكي معاي اليوم. طبعا نبع العز الدجاج فيها مش احسن اشي بس عارف يوازن، عامل اشي حلو. في مخلل في الوجبة بده شوية. وهيك بكون هذا اخر مطعم معانا اليوم. طيب الهنيني بياخد معانا على التوصيل للأسف صفر لانه كان كتير غالي، بس الباكج باخد معانا نقطتين وسعر الوجبة نفسها باخد معانا نقطة. الطعم بياخد معانا 4. الهنيني فاز باختبار الطعم. الريف سعر التوصيل كان جدا مناسب والتوصيل كان سريع فباخذ معانا نقطتين على التوصيل. السعر سعر الوجبة برضو مناسب فباخذ معانا نقطتين. الباكج بياخذ معانا نقطة على الباكج، ما فيش مخلل كتير وهيك. الطعم بياخذ معانا نقطتين. اللي بعده فور تشيكس بياخذ معانا موضوع التوصيل صفر، غالي ووصل اخر واحد.
الباكج صراحة باكج بنقدر نحكي عنه ممتاز، يعني معطينا علبتين صوص مختلفات، مخلل محترم حاله، وسندويشتين وبطاطا مبهرة زاكية. فموضوع الباكج بياخد معانا نقطتين، وفي موضوع الطعم بياخد معانا 3 نقاط. شكرا فورشيكس. الحنايم التوصيل بياخد معانا نقطتين، لأنه توصيل سعره مناسب وجد وصل بسرعة، والسعر بياخد نقطتين والباكج بياخد نقطة، طعم بياخد نقطتين. شكرا حنايم. نبع العز بخصوص التوصيل بياخد نقطة، سعره مناسب بس توصيل تأخر كتير، والباكج بياخد معانا نقطة، والطعم بياخد معانا 3 نقاط. نبع العز كان ذاكر. خبزة وشاورما بياخد معانا على التوصيل 1، موضوع الوقت هذا. الباكج بياخد معانا برضو 1، ما تفزلك، حط بس مخلل وصوص. والسعر بياخد نقطتين لأنه سعره جد مناسب مع التوصيل كامل. الطعم بياخد معانا نقطتين. اللي بعده، أنا تعبت، أنتوا ما تعبتوا. الموصل اللي بياخد معانا على التوصيل 0، السعر 1، الباكج 2، الطعم 1. اللي طيب، توصيل 1، السعر 2، الباكج محترم حاله 2، طعم بياخد معانا 3 نقاط. ضيعة، أبدعت. الكلاسيكو التوصيل بياخد عنده 1، السعر بياخد 2، الباكج يعني بياخد 2، يعني مش مقصر معانا، الطعم بياخد 2. طبعا عالي المركزي بياخد معانا على التوصيل نقطتين، وعلى السعر نقطتين، وعلى الباكج نقطة، وعلى الطعم 4. عالي المركزي من المطاعم اللي بيض الوجه اليوم. اللي بعده، شو اللي بعده؟ طبعا يا جماعة الخير، في عنا 5 مطاعم أخذوا 7 نقاط، اندل يدل على إنه مطاعم الشاورما عنا في الأردن جد في منافسة، ومن بين 10 مطاعم في 5 مطاعم طلعوا 7 نقاط. فهذا إشي يعني يسر الصراحة، إنه مطاعم الشاورما عنا جد منافسة. للأسف خذلنا مطعم الموصلي وأخذ 4 نقاط، فالموصلي كان دون المأمول الصراحة اليوم. ومش بس الموصلي اللي صدمنا، خبزة وشاورما بالإشراك، يعني بالعادة بالخبزة عنده كتير زاكي، بس مع الاشراك مش عارف شو المعادلة اللي غلط عنده، بس ظبطها. خبزة وشاورما 5 نقاط، فور تشيكس أخذ معانا 6 نقاط، الهنيني، الحناين، الريف، نبع العز، والكلاسيكو طلعوا معانا للمركز الثالث مع بعض، مجموع 7 نقاط لـ5 مطاعم. والله المنافسة قوية. وبالمركز الثاني الضيعة، والمركز الأول عالية المركزي. اقسم بالله ما كنت متخيل انه يكون عالية هو بالمركز الاول، صراحة كنت متخيل الهنيني. انتوا شو بتحكوا؟ انزلوا لي على التعليقات احكوا لي شو المطاعم اللي كنتوا تتوقعوها تكون في المركز الاول. طبعا انا كنت متوقع انه الهنيني يكون لا هو الثاني او الاول، بس صراحة موضوع التوصيل ضربه. فاحنا يعني عشان نكون عادلين بدنا ناخذ كل المعادلة، كان توصيل الباكج السعر والطعم وهو الاهم. ف بس في منافسة بالشاورما صحيح، ليش لسه بتحضر؟ انزل على التعليقات واحكي لي شو المطعم اللي كنت تتوقع انه يكون اول مطعم معانا اليوم. ورمضان كريم علينا وعليكم، وطبعا ما ننسى انه تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب. انا جايب لكم 10 مطاعم شاورما، بدكم 10 مطاعم بروستد، طب بدكم 10 مطاعم بيتزا؟ اذا بدكم احكوا لي. باي.